محمد بخاري شركة بروج العقارية. لمن يبحث عن التميز والإطلالة الكاملة على البحر، مشروع مميز وجبار في منطقة يالنجك، المنطقة المميزة في مدينة طرابزون. طبعا راح نتكلم عن المشروع بشكل كامل. المشروع يحتوي على عمارتين، كل عمارة فيها 9 أدوار وكل دور فيها شقتين. طبعا شقة 3 غرف صالة بالإضافة إلى شقة 4 غرف صالة. الخدمات اللي موجودة عندنا في المجمع، طبعا الخدمات اللي موجودة عندنا مواقف سيارات مغلقة بالإضافة إلى مواقف سيارات مكشوفة، وأيضا عندنا ألعاب أطفال تخدم المجمع بالإضافة إلى محلات تجارية أسفل العمارة عبارة عن طابقين، أيضا هذه ميزة نقدمها لكم. طبعا العمارة على شارع الهايوي الرئيسي اللي هو خط الساحل في مدينة طرابزون. الخدمات القريبة منها عندنا مطار طرابزون يبعد فقط ما يقارب 5 كيلو، يعني ما نقدر نقول 5 دقائق فقط، بالإضافة إلى مول جواهر أيضا 5 كيلو 5 دقائق فقط، يعني الموقع مركزي جدا وعلى ساحل البحر. تعالوا معنا نشوف الشقة اللي راح نعرضها لكم. طبعا المساحة فيها 170 متر مربع وهي عبارة عن 3 غرف صالة في الطابق الثاني. تفضلوا ويانا. في نهاية الفيديو نحب نشكركم على حسن المتابعة، وإذا عجبتكم الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وأيضا المعلومات والتفاصيل والأسعار في جميع الفيديوهات دائما موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.